متابعينا الكرام، انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهاني وناموس لمالك نوف هادف بن حمد بن عفصان المنصوري، والتوقيت الزمني 5:52 بالوفاء والتمام والكمال. تهاني وناموس لك يا بن عفصان على فوز نوف بالمركز الأول، بينما المركز الثاني وصلت شخصية سعيد بن راشد بمفتاح الشامسي، والتوقيت الزمني 5:53 و5/5. تهاني وناموس، بينما المركز الثالث الوصول على ثالث التحديات مع مرضية سعود بن جابر بن حمد بن حزاب المري بتوقيت زمني 5:00 لحظات الفوز، 56:09. تهاني وناموس على هذا الفوز والانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم من عاصمة الميادين في معركة من معارك الوثبة في جائزة زايد الكبرى. على بركة الله وتوفيقه نجدد التحية بانطلاقة شوطنا السادس المخصصة للإبكار. مباشرة نسير نرحب بهذه الشعارات المنطلقة بهذه الأمال، المنطلقة بأمال كبيرة. الصدارة والمقدمة، هناك مفاوضة هزاع بن سعيد بن هزاع الكلباني، بينما المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات تكليف دويس بن سيب دويس الأخيلي، من يقدم لنا تكليف، بينما المركز الثالث القادمة والمنطلقة في هذه اللحظات وفي هذا المسار هذه محبة خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري. والمركز الرابع ياهو وصول وقدوم من الزود محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم المجازف. المركز الخامس القادمة هناك أيضا في يافي محمد بن بطحان بن قران المنصوري خذت المركز الخامس، انتقل الى المركز السادس الواصلة والمتقدم الاندلس ناصر بن محمد بن مصلح الاحبابي. المركز السابع سابع التحديات والاثارة في هذه اللحظات من امال للسيد راشد بن سعيد بن نصيب العفاري. والمركز الثامن القادمة هوايل الثويني بن حمدان بن حمد اليحافي. والمركز التاسع في هذه اللحظات شعار بن دري يتقدم شعار ابو علي في هذا المسار، منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري. والمركز العاشر القادمة والمنطلقة في هذا المسار من رياضية مبارك بن جابر بن سعيد الهاجري. هكذا نتيجتنا للعشر المراكز الأولى المتقدمة، ولكن ياهي شعارات ياهي أسماء ياهم ملاك من خلف العشر المراكز الأولى المتقدمة. نعود إلى المقدمة الأولى، نعود مع الزود على الصدارة مع المركز الأول. على البداية الأولى محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا الزود، وأقول من لديه زود فليتقدم، من لديه زود فليأتي مع المراكز الأولى. المركز الثاني محبة خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري. والمركز الثالث القادمة والمنطلقة في هذا المسار من العنود سعيد بن شطيط بن حمد بن فارس الشامسي. يا سلام، تجمعت الأسماء، تجمعت الشعارات في هذه اللحظات هنا في تبادل مراكز من مركز انت الاخر. ولكن اشوف فرحة حمود بن محمد بن سالم المحاربي يتقدم بانطلاقة فرحة في هذا المسار. والقادمة فدى سليمان بن سالم بن حاكم المالكي يتقدم في هذا المسار، والقدوم هنا من صلالة. ولكن هناك عنيدة خالد بن مسلم بن احمد الكثيري. هكذا النتيجة، هكذا النداء، هكذا التحديات والشعارات بقيادة من؟ بقيادة والمقدمة مع المركز الأول يمامة عبد الله بن محمد بن حزام المري، من يقدم لنا هذا الاسم، اسم اليمامة على الصدارة الأولى مع المركز الأول في هذه اللحظات.
صوت الناموس، ناموس هنا في عاصمة الميادين في جائزة زايد الكبرى، تسعيرة هجن الرياسة لمن هنا مع الأمثال الأخيرة، حرك اللي بيحرك ويروح اللي بيروح هنا إلى البداية الأولى، الزعفران في هذا المساء. ولكن هنا تدخلت هذه الأسماء القادمة في يافي، القادمة في يافي، الظفرة تدخلت، سيد بن محمد بن حمد الدرعي، ولكن فرحة فرحة أهالي السلطنة، أهالي السلطنة يتقدمون مع 500 متر، حمود بن محمد بن سالم المحاربي، المحاربي يتقدم بانطلاقة فرحة على البداية الأولى، روح يا راعي فرحة على المقدمة على الصدارة الأولى مع المركز الأول هنا المحاربي. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا العرض الجميل، العرض المميز، حمود بن محمد بن سالم المحاربي، المحاربي إلى سلطنة عمان، إلى أهالي السلطنة وبالخصوص أهالي الدريز. ولكن المركز الثاني القادمة القادمة القادمة، الظفرة 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 وفرحة، فرحة والظفرة، الظفرة الظفرة فرحة، فرحة الظفرة إلى أهالي السلطنة. ولكن الظفرة هناك أيضا مع الأمتار الأخيرة، سيف بن محمد بن حمد الدرعي تهانينا والناموس، المركز الثاني فرحة. حمود بن محمد بن سالم المحاربي قدمت العرض الجميل، بينما المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام هناك أيضا الوصول والتقدم في هذه اللحظات من أسرار سيف بن حمد بن سالم بن أسود العامري، والمركز الخامس أو الرابع مشاهدينا متابعين الكرام بينما المركز الرابع هناك شواهين سالم بن صالح بن خلفان القفلي، والمركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام وصلت هناك الأندلس علي بن محمد بن خويتم العامري. هكذا أيضا التحدي كان شوطا تحديا بحماس وإثارة مميزة، تهانينا والناموس بن محمد بن حمد الدرعي على فوز الظهر في اللحظات الأخيرة بتوقيت زمني مشاهدينا متابعينا الكرام. توقيتنا في هذا الشوط هنا أيضا قاطع على 4 كيلومترات في الزمن وغدر 5 دقائق. توقيتنا الزمني 5 دقائق 54 3 أجزاء من الثانية، الظفرة هناك أيضا سيف بن محمد بن حمد الدرعي، بينما المركز الثاني حمود بن محمد بن سالم المحاربي قدم لنا فرحة، هناك أيضا قدمت العرض الجميل بتوقيت زمني 5 دقائق 54 4 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية عبر قناة ياس هنا بتوقيت زمني مقداره 5 دقائق 55 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، فتهانينا والناموس لكل الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين، متابعينا مستمعينا الكرام لفاضل انطلاقاتنا متواصلة.